إثيوبيا الرائعة تعتبر واحدة من أهم المناطق السياحية في القارة الأفريقية، وذلك بسبب المناطق الأسطورية التي تتوفر فيها والطبيعة الساحرة والشلالات والحياة البسيطة التي يعيشها سكان إثيوبيا، حيث تعتبر موطنا للعديد من الحيوانات الشرسة والأليفة والتضاريس الجميلة، وتساهم السياحة في تبادل الثقافات وتقريب المسافات بين الشعوب، إذ يتعلم السياح ثقافة الأماكن الجديدة التي يزورونها من العادات والتقاليد واللغات، ويساعد ذلك في تعزيز الثقافة السياحية بين الشعوب. وأضاف السائح علي داود أن إثيوبيا لديها مقومات سياحية تؤهلها أن تكون من ضمن الدول الأولى في مجال السياحة. أكيد جميعنا حنجد أن النظرة قبل زيارة إثيوبيا مختلفة تماما عن التصور الذهني عن هذا البلد، ولكن بمجرد وجودك في هذا البلد حتتغير هذه النظرة، وحتجد أن إثيوبيا لديها مقومات سياحية تأهلها أن تكون من ضمن الدول في المصاف الأول في السياحة العالمية، إلى التاريخ، إلى التراث، إلى الطبيعة، إلى الحدائق، إلى التنمية، إلى التكنولوجيا، كل ذلك تعتبر مقومات السياحة في هذا البلد. السياحة أداة تسويق حضارية للدولة، حيث لها أهمية في تحقيق التقدم الاقتصادي. وأضاف كذلك السيد علي داوود أن الحياة البسيطة والثقافة الاجتماعية الإثيوبية تجذب السياح. الثقافة الإثيوبية ثقافة ما أجملها، لا لكن خلينا نتكلم. أفضل ما أعجبني وأكثر ما شدني ابتسامة الجميع في الشارع، في الحياة البسيطة، احترام السائح بشكل عجيب وتقدير، هذا يعطيني انطباع وأمن أكثر. وأضاف السائح علي داوود أنه مقارنة بالأعواب الماضية فإن هناك تحسن كبير في المجال السياحي في إثيوبيا. ممكن أكثر ما جذبني ممكن الطقس والأجواء الطيبة، كذلك التطور السريع الذي تقوم به في أديس أبابا بالذات تحديدا خلال 5 سنوات. الزيارة الأخيرة كان قبل 5 سنوات، انطلقت انطلاق الصاروخ للوصول بشكل عجيب، يعني في التكنولوجيا، في التنمية، في أشياء كثيرة، في الطرق، في الحدائق، في أمور عديدة جدا يعني.